شكرا للزميل حفيظ دراجي. وهكذا مشاهدينا، الجزائر رسميا تتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية للمرة 21 في تاريخها وللمرة 7 على التوالي. مبروك للمنتخب الجزائري، مبروك للشعب الجزائري والجمهور الجزائري، التأهل المستحق تماما، 4 انتصارات متتالية والمرة 21 في تاريخ الكرة الجزائرية تتأهل إلى العرس الإفريقي الكبير كأس الأمم الإفريقية. فمبروك للجزائر، مبروك للمنتخب الجزائري وجمهوره العظيم. طبعا 4 انتصارات متتالية للتأهل، التأهل 7 على التوالي، 11 هدفا حتى الآن في دور المجموعات في 4 مباريات. تلقى المنتخب الجزائري هدف واحد، أرقام تقول أن المنتخب الجزائري يسير على وفي الطريق السليم. مبروك للجزائر، تأهل مستحق تماما 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 بالعلامة الكاملة حتى الآن إلى كأس الأمم الإفريقية. مبروك للجزائر جمهورا وشعبا هذا التأهل المستحق تماما إلى كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025. نتواصل مشاهدينا حول هذه المباراة وأهم النقاط الفنية ولكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا، ترتيب فرق هذه المجموعة، المجموعة الخامسة بعد انتهاء الجولة الرابعة والنتائج: الجزائر تتفوق على توجو في ملعبها بهدف دون مقابل، وغينيا الاستوائية تتأهل تفوز على ليبيريا بهدفين دون مقابل وحتى الآن لم تتأهل بعد. ترتيب المجموعة: الجزائر تتأهل رسميا ب 12 نقطة إلى كأس الأمم الإفريقية، بينما غينيا في المركز الثاني 7 نقاط وتوجو نقطتين وليبيريا نقطة، والصراع سيكون بين تقريبا غينيا وتوجو على البطاقة الثانية برفقة الجزائر. إذن مبروك مرة أخرى للمنتخب الجزائري الذي يبلغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة 21 في تاريخه وللمرة 7 على التوالي. أبارك لنجم الكرة الجزائرية رفيق صيفي، مبروك رفيق، أداء متميز واليوم أداء تكتيكي منظم تماما من ميلكوفيتش والعلامة الكاملة، و11 هدف وسجل في مرمى هدف واحد حتى الآن، أرقام الرجل تتحدث عن نفسها. أكيد مبروك للجماهير الجزائرية والشعب الجزائري، ومبروك خاصة للاعبين على الأداء الجيد في مباراة اليوم. أكيد عندما تتأهل يعني في المباراة يعني الرابعة تترك لك يعني المجال خاصة في المباراة الباقية يعني تقوم بتجربة بعض اللاعبين، تبحث على ثبات يعني في بعض العناصر. عندك لاعبين اللي أعطوا صورة وأعطوا أداء جيد يعني في المستقبل ممكن تعتمد عليهم، وتعطي أيضا المنافسة يعني في المجموعة، تعطي المنافسة يعني الكل ممكن أن يقدم والكل ممكن أن يكون أساسي يعني. صحيح. وهذه هي اللي نحتاجها يعني في المنتخب، هذا هو يعني الدم، ضخ دماء جديدة، ضخ عقلية جديدة، إعطاء المنافسة لكل اللاعبين. شفنا الأداء يعني المباراة الأولى اللاعبين اللي كانوا أساسيين في مباراة اليوم اللي دخلوا كأساسيين أعطوا الأداء جيد، نتيجة وأداء صحيح. اليوم كان المنظومة الدفاعية كانت أفضل، رغم أنه فيه بعض دائما بعض النقائص لازم تعمل عليها في المستقبل وتصححها وتكون أفضل من الجانب الدفاعي، لأنه لو طورنا وأصبحنا أقوى من الجانب الدفاعي عارفين أن عندنا الإمكانيات في الوسط وفي الهجوم، عندنا عناصر تقدر تصنع الفارق في الهجوم أو في الوسط ضد أي فريق. لأن اليوم صحيح لعبنا أمام خصم ممكن متواضع، ولكن إفريقيا لازم تفوز عليها. صحيح. في بعض الأحيان حتى الخصم يكون متواضع وتفوز بصعوبة، تتعادل في بعض الأحيان تخسر. اليوم يعني تعلمنا كيف نفوز خارج الديار وكيف تفوز في أرضية ميدانك بالأداء والنتيجة، ولكن في الطريق صحيح يعني نبني على هذا الفوز ونصحح الأخطاء، خاصة احنا دائما نقولها نعاني بعض الشيء دفاعيا في بعض الأوقات أو بعض المراحل من المباراة نكون يعني دفاعنا يكون هش، ولكن بالإجمال ربع مباراة هذه برافو لكل اللاعبين. تمام. مبروك التأهل لنا ونحضر للمستقبل يعني نبني على الأشياء الجيدة ونصحح الأخطاء فقط. بالفعل يتم البناء إن شاء الله في المرحلة القادمة وتصحيح بعض الأخطاء القليلة، لأن المنتخب الجزائري حتى الآن يسير في الطريق السليم. أمين طبعا جويري لحد أحد نجوم المنتخب الجزائري وأحد الأوراق الرابعة في المباراة الماضية أمام توجو، نستمع ماذا قال بعد هذه المباراة. أمين جويري وأبو داوي المتميز وعمورة وإبراهيم زيا، عجبوا أبو داوي طبعا، كلنا معجبين بأبو داوي بصراحة. أسماء جديدة وصف جديد ويعني نقول جيل جديد طالع المنتخب الجزائري ظهر من خلال هذه التصفيات. بالطبع مبروك لرفيق، مبروك لكل الجزائر، وده الوضع الطبيعي للمنتخب الجزائري، دائما بيشوفه في النهايات لأنه منتخب كبير يمتلك لاعبين صاحبين إمكانيات عالية
دي كرة القدم الجزائرية دائما هي عندها رونق وعندها أداء وعندها شكل مختلف، ومشاركتها دائما في البطولات كأس العالم نهائيات الأفريقية دائما متواجدة، وفي أوقات ممكن يحصل بعض الإخفاقات، لكن هي الجزائر لون الحب ولون الاحترام، ونحن عندنا معهم محبة خاصة. وعلى المستوى الشخصي في ظروف معينة في بلادنا لقينا مساندة كبيرة من شعب الجزائر والحكومة والشعب، فلهم التحية ولهم التقدير ولهم الاحترام، وإن شاء الله دائما في نجاح ودائما في انتصارات في كل المجالات. طيب الأداء المتميز للمنتخب الجزائري والعناصر الجديدة على مستوى أنت معجب طبعا ببوداوي بشكل كبير؟ أنا معجب بالمواهب الموجودة في المنتخب التوليفة الجزائري. بالمنتخب الجزائري الآن بيصنع في جيل مختلف، جيل آخر حيستلم الراية بيأدي في أداء رائع، بيحتاج لي وقت أكيد إنه يحصل الانسجام. الانتصارات هي بتكسب صيغة أكيد، والصيغة هتولد انتصارات، الانتصار هيأتي بانتصار، وحتيح يعني المنتخب يتأهل، وده المهم. الآن فرصة جيدة إنه في تغيير، في خيارات كثيرة، اللي بيبرز وبيدي أداء مثل بوداوي يكون متواجد دائما في التشكيلة تعطيه خبرات أكبر باللعب في أوروبا وفي أفريقيا. بتختلف الأجواء، نحن شفنا ملعب اليوم ومتأغلموا مع الملعب، يعني الملعب ما كان في حالة ممتازة، لكن هم قدروا أدوا أداء فعال وكسبوا النتيجة، وده كان بالنسبة لنا المهم. واضح أنه بأسهل طرق حققوا الانتصار من الشوط الأول وقدروا يحافظوا عليه، ودي من سمات الفرق المنتخبات الكبيرة صاحب الإمكانيات العالية، التجانس والانسجام والانصهار من مباراة لأخرى. عمورة بوداوي أفضل لاعب في المباراة في رأيي الشخصي، دخول محرز في زمن مهم قدر يصنع توظيف محرز كما قال رفيق محرز أثبت أنه بالفعل في المرحلة القادمة المفروض يكون لاعب خط وسط مهاجم فقط ليس على الأطراف، يعني يحتح الفراودة كمان، وتقل الأدوار الدفاعية يعني بالنسبة لمحرز، لأن لاعب مهاري صاحب مهارات وإمكانيات عالية، ده بالتأكيد. التوظيف السليم، الزمن المناسب، وإنه يكون في مجهود وفي لياقة بدنية عالية قادر إنه يوظف مجهوده لصالح المجموعة مع بعض العناصر الشابة الموجودة قادرة تساعده في الجوانب الدفاعية، وهنا بيسهل له أمر إنه يكون تفكيره دائما هجومي. يعني نحن شاهدنا محرز كثير عبر الدوري الإنجليزي في الدوري السعودي، لاعب مهاري ما في ذلك شك، ولاعب صاحب يعني صاحب مهارة خاصة وأداء خاص ممتع للمشاهد. طيب أداء متميز هجوميا، أداء متميز ورائع في الأداء الهجومي، وعناصر شابة صاعدة مثل جويري وعمورة وبنزية اللاعب الجديد، إبراهيم الجديد، مازن الجديد، طبعا أسماء المهمة، يعني مازن المفروض كان يأخذ اليوم فرصة. لكن نأتي إلى نقطة مهمة، تقييمك للأداء الدفاعي للمنتخب الجزائري حتى الآن، الدفاع أو دفاع المنتخب الجزائري عليه علامة استفهام.